السلام عليكم مشاهدي تلفزيون السمنة الكرام. اليوم نحكي قصة قصيرة بعنوان سر في غرفة النوم قد يغير مجرى حياتك للأبد. تقول راعية القصة: قبل حوالي 3 سنوات زرت صديقة من أعز صديقاتي. بعد زواجها بفترة في منزلها المتواضع، شقة صغيرة قريبة من بيت أهل زوجها، ثم انقطعت الزيارات بيني وبينها، وظل التواصل الهاتفي، أحدثها عن إخباري وهي كذلك، وكنت أعرف أن أمورهم في تحسن، وأن زوجها بدأ في بعض الأعمال التجارية، حتى سنحت لي الفرصة لزيارتها مرة أخرى، لكن هذه المرة في منزلها الجديد بأحد أرقى أحيائنا العاصمة. وحقيقة منذ وطأت قدمي بيتها وأنا أقول: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. بصراحة تفاجأت بمنزل راقي جدا، وأثاث فخم لا يشتريه إلا ذوي القدرات المالية العالية. وأنا لا أقول هذا الكلام تنقيص من قدر صديقتي وزوجها، ولكن لعلمي السابق بإمكانياتهما المادية. وبعد جلوسي عندها وتجاذب أطراف الحديث، دفعني الفضول بعد أن دعيت لها بالبركة لسؤالي لها عن سر هذا التحول المادي الكبير. قالت لي: سبحان الله، والله أني ناوية أفتح هذا الموضوع معك. الحكاية أني أنا وزوجي قررنا من أكثر من سنتين أننا نضع حصالة فلوس في غرفة النوم على التسريحة، وكل يوم نقوم من النوم أول شيء نعمله نضع مبلغ في الحصالة 1، 5، 10 مية. المهم يجب أن نضع أي مبلغ يوميا كي نكون مثل الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من يوم تطلع فيه الشمس لا وملكان يناديان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. ويقوم زوجي أسبوعيا بفتح الحصالة ووضع ما بها في جيبه الأيمن دون معرفة المبلغ، ثم يتصدق بها بعد صلاة الجمعة من كل أسبوع. تقول صديقتي: والله أن من يوم بدأنا نطبقها ونحن بخير وتفتحت لزوجي أبواب الرزق من كل مكان. وصدق الله العظيم حيث قال في كتابه الكريم: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة وله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وهذا الذي ترينه والله أني ما كنت أحلم فيه ولا أتخيله مجرد خيال، لكن الله إذا أعطى أدهش فلا حدود لعطائه، والحمد لله والشكر لله. إذا نخرج من هذه القصة القصيرة بفضل الصدقة العظيم. تصدقوا تصدقوا ولو بالقليل، ففضل الصدقة عظيم جدا. الصدقة تطفئ غضب الرب، من كان عنده مريض فليتصدق. تصدق لنفسك، لولادك، لوالدك، لودتك. انشر الفيديو لعل أحد المشاهدين يطبق ما به فيكون لك ثواب ما فعل ليوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.